هالأغنية الحلوة عم نسمعها كتير سينابتك ومي صدو. مرحبا مي صدو، كيف حالك؟ أهلا وسهلا. تمام بالبيت طبعاً. بالبيت طبعا زي كل الناس جوا بيت، من الأغاني الحلوة مي صدو اللي عم نسمعها كتير وبهالفترة كمان بالأخص. نقول لك مبروك عن النجاح الحلو. شكرا كتير. احكي لي شوي عن هالأغنية، عن التعاون بينك وبين سينابتك. والله هاي الأغنية سجلناها قبل سنة وشوي أنا وسينابتك، كنا متعرفين على بعض جديد وعم بشتغل على أغنية جديدة، وسألني بعت له على الانستغرام إنه حلو، سألني إذا بنحب نعمل إشي فيها. أنت كتبت المقطع ولا جت الأغنية جاهزة ولا كيف؟ لا المقطع تاعي أنا كتبته وسينابتك كتب مقطع ولا جد. كيف ممكن يكون توافق أو شو اتفقوني زي أسلوبه بالكتابة؟ كل حدا هو بيعمل أسلوبه. أنا شخصيا كتير بحب أقرب شغلات جديدة لما بعمل موسيقى، بس كمان حاولت أقرب الإشي اللي هو عامله. هو كان كاتب اللازمة، كانت الفكرة موجودة بس بدينا نكتب ورحنا على الستوديو، وهيك مع الوقت تعرف تطورت كل الوقت بالغنان الإشياء بتتغير بتزيد بتنقص. حلو، والكليب وين صورته؟ الكليب صورناه بيافة النصري وبروابي وبرام الله. كنتوا مع بعض ولا كل واحد صور المقطع تاعته؟ كنا مع بعض، عملنا يومين تصوير. الأغنية شو عم تخدي عليها ردود فعل يعني، والناس أكتر إشي هون في البلاد في الأردن في العالم العربي شو بيقولوا لك؟ صراحة عم بسمع من كل محل، في كتير تجاوب حلو. سينابتك كمان جمهوره كتير وفي جديد لإلي أنا، ففي وجوه جديدة علي وفي رسائل جديدة تصلني وفي جمهور جديد بتعرف عليك ممكن. نحكي شوي عن النجاح الكبير اللي كان بال 2019 بين حانا ومانا. احكي لي شوي عن تجربتك انت الخاصة، خاصة انه هالنجاح كان مرتبط فيك ومعاكي كمان ومع اعضاء الدام تامر نفار ومحمود جريري. احكي لي عن هالسنة هاي. صراحة إلي من بشكل شخصي كان شغل على ألبوم بين حانا ومانا من أهم أشياء عملتها في حياتي. كتير كانت تجربة جديدة علي لأنه كانت أول مرة بشتغل بكتابة الغناني مع ناس مختلفين، أول مرة بعمل راب، أول مرة بشتغل بهاي الطريقة وبكتب بهاي الطريقة، وكان كل شيء جديد وكان لي تجربة كتير كتير مهمة لأنه عن جد يعني كتير كانت مهمة لإلي بالسعيد الشخصي كمان ومش بس بالسعيد الموسيقي، يعني لأنه تعلمت كتير إشياء وتعلمت طرق جديدة للكتابة وللتوجه للغناني. حلو. وكان كتير حلو كمان أسمع ردود فعل الناس بالألبوم. لاحظت أنه في كمان مضامين مهمة بتناصر المرأة، مظبوط كان مهم لإكو هذا الإشي بهالألبوم؟ طبعا دايما، بس دايما بتحكي عن هاي المواضيع. يعني بتخيل الإشي الأساسي اللي تغير هون هو أنه فات صوت امرأة، فصار الحكي على الفيمينيزم بطريقة أكتر من أنه شباب اللي يحكوا عن الموضوع. أقوى برأيك بيكون؟ بعرف إذا هو أنا هو؟ بالنسبة لإلي أول مرة سمعت لما كنت أصغر، يعني أنا كبرت على أغاني دام، ولما أول مرة بحياتي سمعت الحرية أنثى كان بالنسبة إلي هذا لي أغنية اللي بعرفها شيء أغنية من قديمة للدام، كانت بالنسبة لإلي هاي أول شغلات سمعتها يعني، وكمان لأنها جاي من شباب. شو أكتر أغنية بتعبر عنك بالألبوم؟ سؤال حلو. كتير بحب جسدك هون، بحسها قريبة علي، بس مجبورة أقول إنه من أكتر أغاني بتواصل معهن وبحبهن هي حقيقي كفاية. ليش؟ لأني عن جد بحسها جاي من محل كتير كتير حقيقي. هي فكرة الأغنية إنه أنا حقيقي كفاية، أعترف إني مش دايما حقيقي كفاية، فوكأنه حطينا كل إشي، كل تعرف الاعترافات تاعت اللي أنا حقيقي بهاي، أنا بحكي حقيقة أو بهاي مش حقيقة، أو أنا واعي لهاي واعي مش واعي لهاي. في إشي كتير حقيقي اللي كتير برتبط له وبحس قريبة لإله. بين حانا ومانا ليش هالاسم هذا؟ فهمت أنا هيك من خلالكو إنه ممكن بعبر عن واقعنا المركب، صح؟ حكينا شوي ليش بين حانا ومانا ميسا الألبوم كان اسمه؟ بين حانا ومانا هي زي مثل معروف لواحد زلمة اللي بتجوز تنتين، واحدة صغيرة بالعمر واحدة كبيرة بالعمر، وكل مرة بيروح عند الصغيرة بالعمر بتقبله الشعر الشايب عن لحيته عشان ما يبينش كتير كبير، وكل مرة بيروح عند الكبيرة بالعمر بتقبله الشعر الأسود من لحيته عشان ما يبينش كتير صغير يبين بجيلها. فهيك عشان يرضي التنتين صف الرجل بدون لحية. وإحنا وضعنا هيك نفس الشيء؟ إحنا وضعنا هيك بكتير شغلات.
بتخيل احنا كدام كمان هذا اشي كان كتير كتير موجود هناك. لانه لما بدك تحاول ترضي الجهتين مش دايما بزبط. لما بدك تعمل موسيقى اللي هي مفتوحة لجمهور اللي هو اوسع اللي ما يسمى باكتر مينستريم, في عندك الجمهور اللي بده يلومك انه وين راح الدام القديمة. وبنفس الوقت لما بدك تكتب اشي اللي هو مش سياسي بدهم يلوموك ويقولوا لك وين السياسي, ولما بدك تكتب سياسي بيقولوا لك كل الوقت فوكأنه كل الوقت موجودين بمحل. الشغل على الألبوم كان كل الوقت بالتفكير هذا تبع انه اوكي بين حانا ومانا احنا بنعمل هذا الاشي متعودين على هذا الاشي بس عم نجدد كيف بناخد ردود فعل من الناس. والاشي بنطبق ايش بس على الشغل الألبوم نفسه, الاشي بنطبق على كل اشي بتخيل مش جديد لإلنا انه احنا كثير بنخبي شغلات عن حالنا ومنغير مواقف ومنحكي اشياء اللي هي مش دايما مضبوطة عشان ما نطلعش بسواد الوجه او عشان نرضي اللي قدامنا او عشان هيك وهيك وهيك. من هناك بنحانا ومانا لما بنحاول نرضي غيرنا ونطلع من غير اشي بالآخر. نعم. بتشوفوا انه هالألبوم ممكن وصلكوا للمينستريم, وصلكوا للناس, وصلنا لجمهور اوسع اكيد. انت جوزك ياما وكل الاغاني انا مثلا الولاد الصغار والبنات الصغار عندنا بالعائلة اللي ما كانواش يعرفوا مين انا صاروا يعرفوا بعدين جوزك ياما يجي يسلم علي. صرت مشهورة. صرت مشهورة بالعائلة من وراها. حلو بالعائلة وكمان الناس تعرفك طبعا اكيد. ميسا ضوء انبسطنا كتير بالحديث معك وحكي لنا هيك اشي ممكن نصيحة تقوليها للناس شو يعملوا بهالبيت بهالفترة. انت شو بتعملي مثلا اكتر اشي؟ انا قبل ما اقول شو انا بعمل عن جد بتأمل انه الناس مش عم تطلع من البيت, وبطلب من كل حدا اللي عم بسمعه وعم بطلع انه ما تطلعوش, لانه التفكير اكتر من اذا احنا ممكن نلاقي ولا لا, التفكير بانه ممكن ننشر الفيروس لغيرنا وناس اللي هن اكبر منا والاشي عن جد مش عارف. بتأمل الكل يبقى بالبيت. صح. وشو بتعمل انت بالبيت اكتر اشي؟ انا عم بعمل الاشياء اللي الي سنتين هقول بدي اعملها ومش عم بوصلها, من كتب اللي بدي اقراها. من الشغلات اللي بدي احضرها او اتعلمها, بدي اتعلم فرنسي فعم بقول استبركي هاي فرصة هذا الوقت المناسب. بالضبط. حلو. نصيحة للناس اعملوا زيي, اعملوا الاشياء اللي ما لحقتوا تعملوها. بالضبط. اعملوا كل حدا عنده لست اشياء من قبل سنة وسنتين اللي عم بيقول ولا لازم اعملها ولا مرة بنوصلها. فهذا الوقت. اخر اشي بدنا نسأل اذا في اعمال جديدة شو القادم رح نسمعه منك من الدام؟ حاليا بعد بكير لازم اعلن اشي. عم بشتغل على موسيقى سولو لإلي, عم بكتب كمان, عم بستغل الوقت اني اكتب كمان واخلص اغاني. اعطيني شوي وقت وساعتها بقدر اعلن عن الشغلات الجديدة. بالنجاح ميسا ضو. تحياتنا الحلوة لك. إلى اللقاء. باي باي. باي باي. بديش بعد كلام اتطلع فيه احنا فقدنا بعض من زمان. حاولت الاقي شي خليني وما لقيت, انا مليت فقدنا توازن عدين نروس عخيت. غطيت بي بالغيوم ما عدش اشوف النجوم, وانا حكيت خليت تحكيني وانت عالسكيت. ما عدش دي احذر شو بتفكر انا انتهيت, انت اختفيت ليه تمسكت بهالجملة ورجعت غنيت. خبيتك جوا بيتي خبيتك جوا ليلي وغطيتك بالغيم, صليتك كنك ديني وعملتك سفيني وقطعتك مهم. عطيتك كل روحي كل جروحي كيف بتتركيني هم. خلي كل سطوري تطفح بمخزوني وتخرج اللي كان. سينابتيكو ميسا ضو جوا بيتي.